وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. يعني ربنا بيقول المشرك بالله الجنة عليه حرام. قال العلماء معنى فقد حرم الله عليه الجنة يعني ممنوع، منع المشرك بالله من دخول الجنة. طيب إذا منع المشرك من دخول الجنة حيمشي وين؟ ربنا قال ومأواه النار. طيب المشرك بيقعد في النار وبيخرج ولا بيقعد طوالي؟ العلماء قالوا بل آية دي ذات إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. قالوا بل آية دي المشرك قاعد في النار مخلد أبد الآبدين، ما يطلع أبدا خالص. ليه؟ لأنه ربنا قال فقد حرم الله عليه الجنة، فيبقى ما حيدخل الجنة أبدا المشرك بالله. لكن الزول لو عمل أي ذنب دون الشرك بالله وربنا حكم عليه ودخل النار بسبب هذا الذنب الذي هو أقل من الشرك بالله، ده في النهاية إذا كان موحد حتى إذا عزي في النار فترة من الزمن حيرجع تاني يدخل وين يا جماعة؟ الجنة. إلا المشرك ده الوحيد الما بيدخل الجنة أبدا، لأنه ربنا قال فقد حرم الله عليه الجنة. فما هو الشرك؟ الشرك ده شنو ذاته؟ عبد الله بن مسعود قال سألت النبي عليه الصلاة والسلام أي الذنب أعظم رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك وبالبلدي كده، لأنه الزمن خلاص بالبلدي، أن تجعل لله ندا دي شنو؟ والشرك ده شنو؟ أي زول بيعتقد أو أي زول بيدعو غير الله من الفكية والفقراء، يدعو صاحب القبة، يدعو الولي، يدعو الصالح، يدعو الطالح، ده مشرك رقم واحد. لأنه ربنا قال وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. ونواصل الحلقة الجاية.